بكم من العاصمة الأمريكية واشنطن لنفتح النافذة على مهرجان الفيلم العربي الذي يسلط الضوء هذه المرة على الأفلام المصرية التي تعكس مخاض ثورات الربيع العربي وحكايات النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري. تفتكر أنا وإنت نروح الجنة مع بعض؟ أكيد، أنت مش عايزاني؟ الخروج من القاهرة عنوان الفيلم الذي عرض في المهرجان بمشاركة ألكسندر كينياث كاتبة الفيلم التي حاورت الحضور لطرح فكرة الفيلم وشرح فحواه. الخيال ما كانش كتير لأن الواقع سيء جداً بالنسبة للشباب في مصر، فالقصة طبعاً كان فيها كتير من الدراما كقصة، لكن في نفس الوقت كان بتمثل الواقع المصري المرير بالنسبة للشباب. تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين فتاة مسيحية تدعى أمل وشاب مسلم يدعى طارق، ولكنه يحلم بالسفر إلى الخارج لتحقيق طموحاته التي يفشل في تحقيقها في مصر. فكرة الناس اللي عايشين في العشوائيات والناس اللي عايشين في الأماكن زي دي والمعاناة اللي بتعانيها الناس هناك ديستروي. وقتها من حوالي 15 سنة كنا المسلمين والمسيحيين كنا أصحاب مع بعض وما كانش فيه أي مشاكل، بس دلوقتي لما برجع بلاحظ ان في فريكشن بين المسلمين والمسيحيين حتى في كل الطبقات مش في طبقة معينة. اولا قصة حب ماتت قبل ان ترى الضوء زي ما بيقولوا، لان العلاقة بين فتاة مسيحية وشاب مسلم. الحاجة الثانية فتاة هجرها حبيبها وبتضطر ان هي تقبل اي زوج كبير في السن غير مصري بس لأنه معاه المادة اللي ممكن تخرج بيها من العشوائيات. جرى إيه يا حاج؟ أنت شايفني إيه قدامك يعني؟ الفيلم لم يسمح بعرضه في مصر حتى هذه اللحظة، ربما لجرأة الفكرة أو للموضوعات التي يطرحها عن طبقات الاجتماعية وصورة المرأة المهمشة في المجتمع المصري. لم ينال التصريح، رفض السيناريو تماماً والفيلم تصور كله underground. الربيع العربي بأحداثه الساخنة لعب دوراً كبيراً بإبراز الفيلم على المستوى العالمي، لا سيما وأن قصة الفيلم كتبت قبل الأحداث في مصر. هذه الشريحة من البشر اللي عايشة تحت خط الفقر تعاني من بطالة شديدة، هي اللي أشعلت الثورة، لأن الثورة قامت علشان الشعب ده يلاقي عيشة أفضل. اهتمام عالمي حاز عليه الفيلم من الجمهور بعد أن حط رحاله في دول عدة، وما يتمناه صانع الفيلم هو أن يجد الفيلم صداه في دور العرض المصرية في المستقبل. ألان درغام لبرنامج اليوم، واشنطن.